تابع عربية مخصوص ومعاكي 500 جنيه زيادة مواصلاتك لحد البلد. عدلات خلفت ولد امتى؟ بقول لك مواصلاتك لحد البلد. يوه صورتيني يا بت، بتزعقي كده ليه؟ 500 جنيه هما دول اللي هانوا عليكي يا ستي؟ دي المواصلات ب 150 جنيه بالكتير، ده لو ركبتي مخصوص. خصوص؟ انا يا بنت اللي هيوديني الخصوص؟ الحسد الكلب على رمت الظل. انت تقولي لمحمد لو ما خدش الفلوس واتكتم هيشوف مني وش تاني. قولي له اسماء بتقول لك يا برتجع عشان ما تروحش فيك في داهيه. بنتكم خلاص ربنا كرمها ونسيتكم وسامحتكم كمان. وقولي له لو حد فكر يطلب مني فلوس قبل شهرين هسود عشت اللي خلفوه. سامعاني يا دينات؟